أعزائي طلبة الدراسة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء، الحلقة رقم 2 من الموسم الدراسي الجديد 2020-2021. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي الأحياء على مستوى الجمهورية اللي هيتابعونا، واللي إحنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. هيكون في ضيافتنا النهاردة مستر محمد خطاب، مدرس الأحياء بمدرسة خليل أغا الثانوية العسكرية بنين. صباح الخير يا مستر. صباح النور. شرفتنا مستر محمد وشرفنا كالعادة، وهنسيبك بقى للطلاب بتاعتك تبدأ الحلقة. اتفضل. هو طبعا احب اطمن الطلاب ان النظام الجديد ما نخافش منه خالص، دون بيعتمد على الفهم، واكيد الفهم بالنسبة لطالب علمي اسهل بكتير من موضوع الحفظ. جميل. في البرنامج ان شاء الله باذن الله هنبتدي نتدرب على الاسئلة اللي هي بتعتمد على الفهم بافكار مختلفة بافكار متنوعة. الجديد عندنا ان احنا ممكن ندخل بعض الاشكال الرياضيه في الاحياء. دي طبعا انتوا لاحظتوها في سنه تانية ثانوي، لاحظوها الطلبه في امتحانات تانية ثانوي، هو ممكن يجيب له رسم بياني بس مرتبط على موضوع في ماده الاحياء. جميل. بالنسبه للمنهج بتاعنا السنه دي هو متقسم بابين، الباب الاول متقسم لاربع مواضيع. اول موضوع بيتكلم على الدعامه في النبات وفي الانسان، تاني حاجه التنسيق الهرموني، تالت حاجة التكاثر، رابع حاجة المناعة. ده كده الباب الأول. الباب الثاني بيتعامل مع موضوع واحد اللي هو البيولوجية الجزيئية والأحماض النووية اللي موجودة في جسمنا وعلاقتها بتخليق البروتين. ده كده صورة بسيطة عن المنهج بتاع الأحياء للصف الثالث الثانوي. جميل. بالنسبة لأول جزئية عندنا اتفضل يا مستر. الدعامة. عايز الأول أعرف يعني إيه كلمة دعامة. لما أقولك إن أنا بدعمك معناه إن أنا بدعمك، معناها إن أنا بقويك، إن أنا بأقيك، إن أنا بحافظ عليك. لما نيجي نبص مثلا للدعامة هتلاقي إن في دعامة في جميع الكائنات الحية زي النبات وزي الإنسان، وده طبعا امتداد لمنهج الاحياء بتاع تانية ثانوي، ان احنا بيبقى عندنا كل موضوع بندرسه مره بالنسبه للنبات ومره تانية بالنسبه للانسان. بالنسبه للدعامه في النبات، فزي ما بنقول كده ايه اهميه الدعامه في النبات؟ دعامه النبات دي بتعمل له ايه؟ بتقيه، تحميه، بتدعمه، بتقويه، بتحدد شكله، بتخلي النبات شكل ثابت. هتقولي طيب دعامة النبات دي عبارة عن ايه؟ انا لما اجي اتكلم على الانسان مثلا معروف ان الدعامة بتاعته هي الهيكل العظمي. طب دعامة النبات دي عبارة عن ايه؟ لا، دعامة النبات دي بنلاقيها موجودة في كل خلية من خلايا النبات. كل خلية من خلايا النبات بيبقى ليها التدعيم بتاعها. جميل. طيب لو جينا بصينا كده ايه اللي بيدعم النبات، يعني برضو ايه اللي هيقي النبات في الخلية دي؟ الخلية دي حاجة صغيرة. قبل ما اقول لك ايه اللي بيقي النبات وبيحافظ عليها، لازم اقول لك الاول تركيب الخليه. نفتكر كده مع بعض الخليه النباتيه بتتكون من ايه، وبالتالي هقدر افهم بعد كده الدعامه بتاعتها. لو احنا فاكرين كده بالنسبه للخليه النباتيه، هتلاقي ان الخليه كانت بتتكون من جزء صلب اسمه الجدار الخلوي، وده معمول من ماده اسمها ماده السيليلوز. بعد كده جوه في المادة الحية اللي احنا بنسميها البروتوبلازم، وده اللي هو بيبقى فيه النواة والسيتوبلازم والعضيات. ومن ضمن العضيات اللي موجودة في النبات حاجة عارفينها كلنا، وأكبر حاجة موجودة في النبات اللي هي الفجوة العصارية. ده كده تركيب بسيط وللخلية النباتية عشان نفتكره بس. بنقول دلوقتي قبل ما اشرح لك بقى الدعامة اللي موجودة في النبات، عايزك تلاحظ شوية حاجات كده. لما بتنزل السوق بتلاقي مثلا الراجل اللي بيبيع خضرة أو اللي بيبيع الفاكهة بيرش الفاكهة بتاعته أو الثمار بتاعت الفاكهة بتاعته بالمية. الست اللي بتبيع الخضرة كل شوية بترش الخضرة بتاعتها بالمية. طب هي بترشها ليه؟ هي إيه اللي هي عايزاه منها؟ يعني ما خلاص النبات انفصل عن التربة وبالتالي هو مش محتاج المية في حاجة. جميل. ولكن هي بتعمل كده لإكساب النبات نوع من الدعامة بنسميها الدعامة الفسيولوجية. يبقى أول دعامة موجودة في النبات بنسميها الدعامة الفسيولوجية. طب إيه علاقة الدعامة الفسيولوجية بالمية؟ يعني هتعمل إيه؟
الأول لما النبات بيتوفر له مية بتبتدي المية تنتقل إلى داخل النبات. هتقولي طب بتنتقل إزاي؟ أقول لك دي معلومة إحنا خدناها في الصف الثاني الثانوي في أول جزئية لما كنا بنتكلم على التغذية في النبات عن طريق خاصية اسمها الخاصية الأسموزية، واللي مش فاكرها أفكرك بيها، معناها انتقال الماء من التركيز الأعلى للماء إلى التركيز الأقل في الماء، بمعنى إن المية هتنتقل من المكان اللي فيه مية كتير للمكان اللي فيه مية قليل. خلي بالك برضو معايا إن معنى إن التركيز الأعلى للماء يعني معنى كده أنا بتكلم على محلول مخفف عشان ما نتلخبطش. تركيز أقل للماء معناها إن المحلول مركز. تمام؟ يبقى دايما المية بتمشي من المكان اللي فيه المواد الزايبة قليلة للمكان اللي فيه مواد زايبة أكتر، أو المكان اللي فيه مية كتير للمكان اللي فيه مية أقل. جميل. عشان كده لما بنسقي النبات دون أو بنرش النبات دون بالمية إيه اللي بيحصل؟ بتبتدي المية تنتقل إلى داخل النبات عن طريق خاصية اسمها الخاصية الأسموزية. طب المية هتخش، بعد ما تخش هتدور على مين؟ هتنتقل للفجوة العصارية. طب ناخدها بالعقل، إحنا عايزين نفهم مش عايزين نحفظ. لما الفجوة العصارية تمتلئ بالمية حجمها يحصل له إيه؟ هتبتدي حجمها تتمدد. تتمدد. ولما تتمدد وتنتفخ تبتدي تضغط على البروتوبلازم اللي موجود حواليها. جميل. طب والبروتوبلازم لما يضغط هيبتدي يضغط على الجدار الخلوي اللي موجود حواليه. فنحس ان الخلية شدت نفسها وتوترت وبقت ماسكة نفسها وجامدة وبقت قوية. تمام؟ ده دعام. ده كده بقت اكتسبت الدعامة الفسيولوجية. حتى لو النبات ده يعني ملوش علاقة بالارض. حتى لو ملوش علاقة بالارض. انتقال الماء بيعتبر عملية ميكانيكية. تمام؟ جميل. طيب لو جينا بصينا بقى، لو حصل العكس وفقد النبات المية، خلي بالك المية كانت هي أساس الدعامة الفسيولوجية. طب لو النبات فقد المية إيه اللي هيحصل ساعتها؟ هيبتدي يحصل العكس، المية تخرج من الفجوة العصارية. طب ولما تخرج من الفجوة العصارية يبتدي حجمها ينكمش. بالظبط. ولما حجمها ينكمش هيبتدي الضغط يقل على البروتوبلازم. ولما الضغط يقل على البروتوبلازم هيقل الضغط على الجدار الخلوي فتفقد الدعامة بتاعتها. يبقى كده فقد الجدار التوتر او الشدة اللي كان فيها وفقدت الدعامة. من هنا اقدر اقول لك معلومتين. تمام. اول حاجة ان الدعامة الفسيولوجية بتعتبر دعامة مؤقتة. اشمعنى مؤقتة؟ ليه مؤقتة؟ علل. تعتبر الدعامة الفسيولوجية دعامة مؤقتة لانها بتعتمد على وجود مين؟ المية. الماء. في مية النبات يكتسب الدعامة، مفيش مية النبات بيفقد الدعامة. ايه الحاجة التانية؟ انها بتتناول الخلية نفسها ككل، واخدة كل الخلية. نلاحظ ان التغيرات حصلت من اول الفجوة العصارية لغاية الجدار الخلوي، يبقى كل حاجة اتغيرت في الخلية. تمام؟ جميل. طيب عايزين امثلة بقى. لو انا جبت ثمار غضة، يعني ايه ثمار غضة؟ ثمار طازة. وسبتها مدة طويلة في الهواء، هلاقي بعد فترة ابتدت يحصل لها نوع من الجفاف، تفقد المية اللي هي موجودة جواها، وبالتالي تلاقي القشرة بتاعتها تجعدت وانكمشت وبان ان هي دبلانة زي ما بنقول. لو انا عندي قصرية زرع، قصرية الزرع دي لو انا قعدت مدة بسقيها ومحافظ عليها تلاقي النبات مزهزة ومرعرع ومحافظ على شكله. جميل. طب تعالى كده اقعد 3 4 ايام ما تسقيهاش، بالذات لما تكون الفترة حر. هتلاقي ان بعد فتره النبات ابتدى يدبل وابتدت الاوراق دي تتدلى زي ما يكون خلاص النبات على وشك ان هو يموت. طب تعالى ارجع اسقيه تاني، هيرجع النبات يحتفظ بشكله تاني. يبقى كل دي امثله على الدعامه الفسيولوجيه. جميل. طيب بالنسبه لجزئيات الفهم بقى، ايه طبيعه الاسئله للفهم في الجزئيه دي؟ ممكن يسالني فيها ازاي يعني؟ تمام. اول سؤال يقول لي لو انا جبت مثلا خلية تركيز العصير الخلوي بها 6%. تمام؟ وحطتها في منطقة بتحتوي على الماء المقطر. طب نفهم الأول يعني إيه تركيز 6% ويعني إيه كلمة ماء مقطر. جميل. عايزين نشوف هو إيه اللي هيحصل لها. كلمة 6% دي معناها إن أنا عندي نسبة الأملاح أو المواد الزائبة 6 والماء 94. تمام؟ ده معنى الأرقام بتاعتنا. تمام. طب ماء مقطر معناها إيه؟ معناها إن كمية المية 100، مفيش حاجة دايبة فيها.
فاجي ابص، احنا قلنا في الاسموزيه الميه بتنتقل من المكان اللي فيه ميه كتير للمكان اللي فيه ميه أقل. قليله. فاما اجي ابص على المثال اللي قدامي ده او المساله اللي قدامي، هل الخليه دي هتكتسب الدعامه ولا هتفقد الدعامه؟ ابص كده، يا فين الميه الكتير بره والميه الاقل حتى لو بدرجه بسيطه فهي موجوده اقل بالداخل، يبقى هينتقل الماء من الخارج الى الداخل، وبالتالي يبقى كده الخليه اكتسبت الدعامه وشدت نفسها وانتفخت زاد حجمها. تمام. طيب لو حطيت نفس الخليه دي بنفس التركيز بتاعها في محلول 60%، طب قلنا 60% دي معناها ايه؟ معناها ان نسبه الاملاح 60، طب والميه بقيه أربعين. 100 ال40، تمام. ساعتها ايه اللي هيحصل للخليه؟ هينتقل الماء من الكتير للقليل، يبقى المياه تنتقل من الخارج من الداخل إلى الخارج، يبقى كده فقدت الدعامة وتلاقي الخلية بتاعتك انكمشت. قلت تمام؟ هي دي الفكرة بتاعتنا، وهي دي طبيعة المسائل اللي احنا ممكن، وطبعا في عندنا أفكار كتير، وبرضه إن شاء الله على مدار الحلقات الجاية هنعرض الأفكار دي في برنامج مدرس على الهواء. طيب ده كده بالنسبة لأول نوع من أنواع الدعامة، الدعامة الفسيولوجية. نرتب أفكارنا بقى كده تاني ونقول، يبقى الدعامة الفسيولوجية دي بتعمل ايه للنبات؟ بتقيه وبتحافظ على شكله وبتدعمه. الدعامه دي بتتناول الخليه نفسها ككل، الدعامه دي مؤقته لانها بتعتمد على وجود الماء. ما ننساش ان انتقال الماء بيعتمد على خاصيه خدناها السنه اللي فاتت اسمها الخاصيه الاسموزيه. تمام. طيب هل في للنبات دعامه تاني؟ اكيد ربنا مش هيسيب النبات كده، اداله نوع تاني من الدعامه اسمها الدعامه التركيبيه. طب برضو عايزك تفهم ليه سميناها تركيبيه؟ تركيبيه لأنها بتتضمن تركيب بعض أجزاء الخلية، جزء مهم جدا من الخلية اللي هو الجدار الخلوي. طب إيه اللي هيحصل في الجدار الخلوي؟ هيتم ترسيب بعض المواد عليه. وخلي بالك معنى إن هيترسب بعض المواد، أفهم من كده إن الدعامة دي مش هتتشال، يبقى الدعامة التركيبية هتكون دعامة دائمة بعكس الدعامة الفسيولوجية. الدعامة الفسيولوجية أنا مؤقتة. بتعتمد بالظبط مؤقتة، بتعتمد على وجود الماء. طيب بالنسبة للدعامة التركيبية، إيه هي المواد اللي هتترسب على الجدار الخلوي؟ هما 4 مواد. أول مادة خدناها كتير قبل كده اسمها الكيوتين، خدناها في أولى ثانوي وخدناها في تانية ثانوي. مادة الكيوتين دي عبارة عن مادة شمعية، نوع من أنواع الليبيدات البسيطة. مادة الكيوتين دي بتعتبر من المواد غير المنفذة للماء. تمام. المادة التانية اسمها السيوبرين، برضو زيها زي مادة الكيوتين، مادة غير منفذة للماء. يبقى إذا لو سألتك دلوقتي على أهمية الدعامة التركيبية، بتحافظ على المية اللي موجودة في النبات. جميل. ما طالما في مواد غير منفذة يبقى دي هتمنع خروج المية من النبات، يبقى المواد دي الغرض منها الحفاظ على الاحتفاظ بالماء. بالظبط. تمام. نيجي لنقطة تانية، مواد تانية زي السليلوز، وخلي بالك السليلوز ده هو التركيب الأساسي لمادة الجدار الخلوي، ده نوع من أنواع الكربوهيدرات. جميل. طيب مادة السليلوز بتدي للنبات صلابة، ملهاش دعوة بمنع فقد الماء. ليه؟ أصل مشكلة مادة السليلوز إنها مادة منفذة للماء، يبقى ده غرض تاني من أو هدف تاني من الدعامة التركيبية. الهدف الثاني من الدعامة التركيبية إكساب الخلية النباتية الصلابة، إن هو يديها صلابة، إن هو يحافظ على شكلها. تمام. آخر مادة عندنا اسمها مادة اللجنين، ودي برضو خدناها السنة اللي فاتت. مادة اللجنين مادة صلبة وفي نفس الوقت غير منفذة، يبقى دي بتلعب دور مزدوج، هتدي النبات صلابة وفي نفس الوقت هتحافظ على المية اللي جواه. جميل. طيب مادة الكيوتين بقى دي بنلاقيها فين؟ مادة الكيوتين دي بتبقى موجودة في خلايا البشرة، دي الخلايا الخارجية من النبات، سواء في الأوراق، وطبعا بيبقى في الورقة فيه بشرة عليا وبشرة سفلى، أو في الساق. طيب وخلي بالك دي خلايا حية. مادة السيوبرين بتبقى موجودة في خلايا اسمها الخلايا الفلينية. طب الخلايا الفلينية دي موجودة فين؟ دي بتتكون لما البشرة تتمزق، لو البشره بتاعت النبات اتقطعت لاي سبب من الاسباب عشان النبات يحافظ على الانسجه الداخليه بتاعته، فبيروح مكون خلايا اسمها الخلايا الفلينيه بيرسب فيها ماده السيوبرين. ماده السيوبرين دي بتعتبر ماده غير منفذه زي ما قلنا،
طب ولما تبقى مادة غير منفذة وتمنع دخول المية والأملاح والغذاء للخلايا، هيحصل إيه للخلايا؟ هتموت. يبقى الخلايا الفلينية خلي بالك إنها خلايا غير حية. حية. مادة السليلوز دي لسه قايلين إنها التركيب الأساسي لجميع الجدر الخلوية، فموجودة في جميع الجدر الخلوية، ودي موجودة في كل الخلايا بالذات الكولانشيمية اللي هي بتدي النبات مرونة. زي ما تيجي تمسك مثلا ساق الملوخية أو ساق البقدونس، حاول تتنيها هتلاقيها بتتني معاك بمنتهى السهولة وترجع تاني لشكلها. تمام. طيب مادة اللجنين، قلنا مادة صلبة وغير منفذة يبقى دي دورها مزدوج. دي موجودة في الخلايا السكالارنشيمية. حتى تحس إن كلمة سكالارنشيمية كلمة ناشفة كده صلبة جامدة. يبقى النسيج السكالارنشيمي دون ده برضه نسيج غير حي. يبقى إذا عندي نسيجين حيين ونسيجين غير حيين. حيين. تمام؟ طيب بالنسبة لمادة اللجنين أو الخلايا السكالارنشيمية دي بنلاقيها فين؟ بنلاقيها موجودة في الألياف والخلايا الحجرية. الألياف بتبقى خلايا غير حية بس بتبقى مستطيلة شوية، الخلايا الحجرية بتبقى خلايا غير منتظمة الشكل، ملهاش شكل محدد. طب برضو بنلاقيها فين؟ بنلاقيها في الثمار الناشفة شوية. لما نيجي ناكل الكمثرى، تحس وانت بتقطم كده بنسميها حتى كمثرى خشابي لأنها بتبقى ناشفة. يبقى جميل. لوجود خلايا حجرية. نيجي ناكل التفاح نفس الكلام، يبقى دي برضو بتحتوي على الخلايا الحجرية. حجرية. تمام؟ تمام. طيب لو جاب لي بقى دلوقتي ثمر التفاح، بس تفاح مستورد اللي هو بيبقى احمر او اصفر اللي هو جاي من بره، هتلاقي ماده التفاح ثمره التفاح دي نفسها عليها طبقه بتلمع. الطبقه دي بيسموها شمعه. معنى انها شمعه يعني هتبقى عامله زي الكيوتين، بس ده شمع صناعي. طب ايه الغرض من ان انا احط شمع صناعي على الثمره بالذات اللي هي المستورده او المعدة للتصدير اللي احنا هنجيبها من بره او اللي احنا هنسفرها بره؟ يعني ايه دي كده مش الغرض؟ طبيعي. لا اللمعان بتاعها ده ما يبقاش طبيعي. ايه الغرض من الماده دي؟ احنا قلنا ماده الشمع دي شبه ماده الكيوتين اللي هي بتمنع خروج الميه، تحافظ على الميه، جميل. وبالتالي هتفضل الثمره محتفظه بجسمها وبشكلها أكبر مده وقت طويله. ممكن. بالظبط. يبقى عشان كده دي بتعتبر دعامه في الاصل في السيولوجيه لاحتواء الثمره على الميه. طب ملهاش أي سايد افكتس؟ ليها طبعا، لذلك قبل ما ناكلها لازم نحط عليها ميه سخنه، نحط على الثمار دي ميه سخنه بحيث ان الناس احنا عارفة ندوي كده؟ طبقه الشمع دي. الناس عارفة الكلام ده؟ محدش يعرف مع الاسف. تمام. تمام. يبقى ماده الشمع الصناعي دي بتعتبر دعامه تركيبيه بس صناعيه لان انا اللي عاملها عشان احافظ على محتوى النبات من الميه. جميل. ده كده بالنسبه للدعامه في النبات. خلي بالك ان العلاقه ما بين تواجد المواد دي والدعامه بيعتبر بيعتبر علاقه طرديه، يعني كل ما يزيد ترسيب المواد دي كل ما هتزداد درجه الدعامه بتاعتنا. جميل. تمام. طيب ده بالنسبه للدعامه في النبات. الجزئيه الثانيه عندي الدعامه بتاعتنا، وهتلاحظ دايما ان الجزئيات الخاصه بالانسان بتحس وانت بتدرسها ان انت دكتور. دايما لما تيجي تتعرف على جسمك بتبقى الدراسه بتاعتها ألذ. جميل. مين بقى المسؤول عن الدعامه في الانسان؟ جهاز كامل اسمه الجهاز الهيكلي. جميل. وطبعا طالما قلت هيكلي يبقى اكيد الاساس بتاعنا هيكل عظمي. عظمي. بالظبط. تمام. هل بس هيكل عظمي؟ لا، ده انا عندي غير الهيكل العظمي في غضاريف، ونسمع طبعا عن واحد جاله انزلاق غضروفي، أربطة، أوتار، مفاصل. طبعا أشهر رباط بنسمع عنه هو الرباط الصليبي، يجي عند لعيبة الكورة أو بتاع اللي بيبذل الكورة. مجهود جامد. بالظبط. تمام. الأوتار أشهر وتر هنتعرف عليه إن شاء الله في الحلقات الجاية اسمه وتر أخيل، ودون بيبقى ليه قصة تاريخية هنستعرضها برضو بعد كده. المفاصل طبعا كلنا عارفينها اللي هي التقاء اي عظمتين في جسم الانسان. طيب معايا بقى واحد هيساعدني. ده
ده مين بقى؟ ده الهيكل العظمي بتاعنا. ده بيوضح لي كل حاجة عن الهيكل بتاعنا. لو جيت بصيت للجسم اللي قدامي هلاقي ده، احنا عارفين ان هو اسمه هيكل عظمي، بيتكون من مجموعة عظام لو جينا نعدهم هنلاقيهم 206 عظمة. تمام. يبقى عدد العظام في جسم الإنسان 206 عظمة. طب أنا لما أجي أبص للشكل اللي قدامي ده، هل كل العظام نفس الشكل ونفس الحجم؟ لأ. أكيد لأ. في عظام طويلة، في عظام مستديرة مقوسة، في عظام مسطحة، يبقى بتختلف في شكلها وحجمها. طب هتقولي ليه بتختلف في الشكل والحجم؟ ربنا سبحانه وتعالى كان قادر يخلي العظام كلها نفس الشكل. مظبوط. أقول لك عشان تناسب الوظيفة اللي اتعملت من عشانها. اتعمل أو اتخلقت العظمة دي علشانها. انا عشان اتحرك يبقى لازم العظمه اللي هتحرك الدراع بتاعي، العضله اللي هتبقى متصله بيه، لازم العظمه تبقى طويله. عشان اقدر احمي المخ يبقى لازم العظام تكون مفلطحه. يبقى العظام دي بتختلف في وظائفها، لذلك بتختلف في شكلها وحجمها. جميل. تمام. لو جيت بصيت بقى مين اللي ماسك الاجزاء دي كلها ببعضها، هتلاقي ده العمود الفقري. العمود الفقري. يبقى العمود الفقري بيعتبر هو المحور الرئيسي للهيكل العظمي بتاعنا. ليه؟ هتلاقيه ماسك متصل من فوق من الجزء العلوي بالجمجمة، عند منطقة الصدر متصل بالحزام الصدري، عند منطقة الساقين من تحت الجزء السفلي متصل بالحزام الحوضي، والحزام الحوضي هو اللي ماسك في الطرف السفلي. يبقى اللي ماسك الدنيا دي كلها ببعضها واللي رابط الدنيا دي كلها ببعضها العمود الفقري. جميل. لو جينا بصينا على العمود الفقري هلاقي من جوه فيه جزء مهم جدا خدناه برضو في سنة تانية ثانوي، اسمه الحبل الشوكي، وده نسمع عنه، او اللي هو النخاع الشوكي. ده جزء مهم جدا من الجهاز العصبي وبيمر داخل العمود الفقري. تمام. جميل. طيب نمسك العمود الفقري ونتكلم عنه. يبقى نقول بس الحته دي مره تانية، يبقى عدد عظام الهيكل العظمي 206 عظمه. 206 عظمه. والهيكل العظمي متقسم جزئين، هيكل محوري وده اللي في نص الجسم. ابص كده مين اللي في نص الجسم؟ الجمجمه، القفص الصدري، العمود الفقري. جميل. وهيكل طرفي، الاطراف بتاعتنا طرفين علويين ماسكين في حزام صدري، طرفين سفليين ماسكين في حزام حوضي. طيب يبقى الهيكل المحوري مره ثانيه ثلاث اجزاء، عمود فقري او فقاري، جمجمة، قفص صدري. الهيكل الثاني او الجزء الثاني بنسميه الهيكل الطرفي، وده بيشمل اربع اجزاء. اول جزء حزام صدري وطرفان علويين، ثاني جزء حزام حوضي، رابع جزء طرفان سفليين. جميل. طيب ناخد اول جزئيه بقى اللي هو العمود الفقري، وقلنا ده المحور الرئيسي للجسم. ده جزء من العمود الفقري، عشان بس يوضح لي التركيب بتاعه، عباره عن مجموعه من الفقرات، في منها ما هو متمفصل قابل للحركة قدام وورا وحركة بتبقى محدودة جدا، وفي منها ما هو ملتحم ما بيتحركش. لو جينا بصينا على العمود الفقري هنلاقي ان العمود الفقري بيضم 33 فقرة. يبقى تركيبه 33 فقرة. ال 33 فقرة دول متقسمين إلى 7 12 5 5 4. نحطها في دماغنا كده الأرقام دي وهنفهم الأرقام دي معناها إيه. لو جينا نجمعهم هنلاقيهم هما ال 33. 7 12 5 5 4. سبع فقرات عنقية تبدأ بالفقرة رقم 1 وتنتهي بالفقرة رقم 7. يبقى من 1 ل 7 دي بنسميها الفقرات العنقية. موجودة في المنطقة بتاعت الرقبة، منطقة العنق. جميل. حجمها بيكون حجمها متوسط، يعني لا هي كبيرة ولا هي صغيرة. صغير. 12 فقرة صدرية،
يعني ايه 12 فقرة صدرية؟ يعني بتبتدي برقم 8، طب وتخلص عند رقم كام؟ رقم 19. وزي ما هو باين جميل. من اسمها دي موجودة في منطقة الصدر. الصدر، تمام؟ حجمها أكبر من العنقية. نيجي للخمسة دول بقى، دول اسمهم الفقرات القطنية، ودي بسبب بقى التمارين اللي احنا بنعملها غلط والشيل اللي احنا بنشيله غلط والقعدة الغلط، هي دي اللي بتتعب عندنا. أكثر التعب بيكون في الفقرات القطنية. جميل. دي بتبدأ برقم 20 وتخلص عند رقم 24، ودي اللي موجودة في منطقة البطن، ودي الأكبر حجما. تمام؟ يبقى لغاية دلوقتي دول كده كام واحدة؟ 24 فقرة. كلهم فقرات متمفصلة. يعني ايه فقرات متمفصلة؟ يعني مفصولة عن بعضها وبينها مفاصل فقابلة للحركة. طيب الخمسة بنسميها الفقرات العجزية، تبدأ برقم 25 وتخلص عند رقم 29. دي زي ما هو باين من اسمها موجودة في منطقة العجز، ودي فقرات مفلطحة وهوريكم شكلها عاملة ازاي، وملتحمة وأصغر من القطنية. أربعة آخر فقرات في العمود الفقري اسمها العصعصية، تبدأ برقم 30 وتخلص عند رقم 33، ودي موجودة في منطقة العصعص، المنطقة بتاعة الحوض، ودي أصغر الفقرات حجما وفي نفس الوقت ملتحمة. يبقى معنى كده احنا عندنا 24 فقرة متمفصلة، 9 فقرات ملتحمة. جميل. من ضمن الأسئلة اللي هو ممكن يسألها لي بقى، عدد عظام العمود الفقري. أنت هتيجي تبص كده للرقم ده تقول طب ما هم 33 فقرة. أقول لك لأ، هم 33 فقرة بس مش 33 عظمة. طب الاختلاف ده جه ليه؟ لما نيجي نبص على الفقرات المتمفصلة هتلاقي إن هي بتتكون من عظام مختلفة. معنى كده إن أنا عندي 24 فقرة متمفصلة، يعني عندي 24 عظمة. ده تركيب الفقرة. تمام؟ يبقى أنا عندي 24 عظمة بيختلفوا طبعا في شكلهم عشان تناسب المكان اللي هي موجودة فيه. تمام؟ جميل. طيب يبقى معنى كده أنا عندي ال 24 دول عبارة عن 24 عظمة. طب أجي أبص على الخمسة العجزية، الخمسة العجزية قلنا مالهم؟ ملتحمين، لازقين في بعض، مفيش فواصل ما بينهم. طالما العظام دي ملتحمه يبقى لما اجي اعدهم احسبهم بكام عظمه؟ عظمه واحده. جميل. تمام؟ طب نيجي نبص على اخر فقرات العصعصيه اللي هي اصغر فقرات عندنا. الفقرات العصعصيه دي 4 وبرضه ملتحمه، يبقى لما نيجي نحسبهم نحسبهم بكام عظمه؟ عظمه عظمه. واحده. يبقى معنى كده انا عندي كام عظمه في العمود الفقري؟ ادي 24 وادي الخمسة دول بعظمة والأربعة دول بعظمة، يبقى كلهم 26 عظمة. يبقى دي برضو من الحاجات اللي احنا لازم نشغل دماغنا، ان عدد الفقرات بيختلف عن عدد العظام. تمام؟ جميل. طيب من ضمن برضو الحاجات اللي عندي تركيب الفقرة. الفقرة بتتكون من ايه؟ بتتكون من جزئين، جزء أمامي سميك اللي هو ده بيبقى واخد شكل نص دايرة وده بنسميه جسم الفقرة، وجزء خلفي اللي هو الجزئية دي كلها ودي بنسميها الحلقة الشوكية. يبقى تركيب الفقرة ببساطة جزئين، أمامي اسم جسم الفقرة والخلفي اسمه الحلقة الشوكية. طب وليه سميناها حلقة؟ لأن هي واخدة شكل حلقة فعلا وبتحيط بقناة اسمها القناة العصبية. طب لازمتها ايه القناة العصبية؟ هقول لك انا، وانا في البدايه كنت بقول لك ان العمود الفقري ده بيحمي الحبل الشوكي، يبقى القناه العصبيه هي اللي هيمر من خلالها الحبل الشوكي عشان تتم حمايته. تمام؟ جميل. طيب الحلقه الشوكيه بقى هتلاقي فيها نتوءات، عدد من الزوائد، اهم زائده بتكون مايله لاسفل اللي هي الزائده دي بنسميها النتوء الشوكي. يبقى عدد من الزوائد او النتوءات اهمهم وبتبقى زائده متجهة لأسفل بتبقى مايلة لتحت، دي اسمها النتوء الشوكي. بيتصل بيه 2 نتوء مفصلي خلفي، 2 نتوء مفصلي أمامي، ونتوءين مستعرضين. تمام. تمام؟ يبقى نقول النتوءات مرة تانية. 1 نتوء شوكي، 2 نتوء مفصلي خلفي، 2 نتوء مفصلي أمامي، و2 نتوء مستعرض.
يبقى معنى كده تمام. عدد النتوءات كام؟ 7. نحسبهم تاني، 1 نتوء شوكي، 2 نتوء مفصلي خلفي، 2 نتوء مفصلي أمامي، و2 نتوء مستعرض، يبقى كده 7. طب تمام نفرض سألني على أنواع النتوءات، في كام نوع؟ المستعرض نوع، المفصل الأمامي نوع، المفصل الخلفي نوع، الشوكي نوع، يبقى عدد الأنواع 4. عدد النتوءات 7 وعدد الأنواع 4. تلاحظ إن في دمج دلوقتي ما بين الرياضيات والأحياء. جميل تمام؟ جميل. ده بالنسبة للفقرة. طبعا لغاية السنة اللي فاتت كنا مطالبين برسم الفقرة، على اعتبار إن الأسئلة بتعتمد دلوقتي على الفهم، يبقى موضوع الرسم ده أصبح فيه مجال للشك. بس برضو نشوف كده لو عايزين نرسم الفقرة بنرسمها إزاي. جميل. قلنا الفقرة عبارة عن جزئين، جزء أمامي سميك، وده اللي بنسميه جسم الفقرة. بعد كده بيبقى فيه القناة العصبية، هنا كده ده قلنا النتوء الشوكي، بعد كده متصل بيه نتوء مفصلي خلفي، واحد من اليمين واحد من اليسار، بعد كده نتوء مفصلي أمامي، وده بيبقى متصل بالنتوء المستعرض. ده كده بالنسبة لرسمة الفقرة. يبقى الفقرة مرة تانية جزء أمامي سميك اسمه جسم الفقرة، بعد كده حلقة شوكية بتحيط بثقب بنسميه القناة العصبية. الحلقة الشوكية بتحتوي على 7 نتوءات، نتوء شوكي متصل بيها نتوءين مفصليين خلفيين، نتوءين مستعرضين متصل بيها نتوءين مفصليين أماميين. يبقى ده كده بالنسبة لرسمة الفقرة. جميل تمام؟ تمام طيب الجزء الثاني عندي بقى، أفكرك مرة تانية، احنا قلنا إن الهيكل المحوري بيتكون من 3 أجزاء. من هما الـ3 أجزاء؟ قلنا العمود الفقري والجمجمة والقفص الصدري. جه الدور التاني بقى على جمجمة. الجمجمة. تمام؟ لو جيت بصيت على الجمجمة هتلاقيها علبة من العظم، تتكون من جزئين، جزء أمامي أو وجهي أو جبهي، الثلاثة صح، الجزء اللي قدام، وجزء خلفي أو مخي. تمام؟ يبقى الجمجمة عبارة عن جزئين، وجهي أو أمامي أو جبهي، وجزء تاني خلفي أو مخي. طيب إيه أهمية الجزء الجبهي أو الأمامي؟ ده هتلاقي بيحتوي على الفكين، وخلي بالك اللي بيتحرك بيكون الفك السفلي، الفك العلوي ثابت خلاص. وعظام الوجه نفسها، ودول بيبقوا حوالي 22 عظمة، خلي بالك الرقم ده مش عندي، بيبقى حوالي 14 عظمة، ده مش عندي في الكتاب. في أماكن لأعضاء الحس، الأماكن اللي بتبقى فيها العين والأذن والأنف، ده بالنسبة للجزء الجبهي. يبقى التاني بنوصف المنظر اللي قدامي، أنا مش جايب حاجة من بره، أوصف المنظر اللي قدامي. يبقى الجزء الجبهي عبارة عن العظام بتاعة الوجه والفكين، وقلنا اللي بيتحرك دايما الفك السفلي، والأماكن بتاعة أعضاء الحس. تمام. طيب الجزء الخلفي أو المخي ده 8 عظام، خلي بالك الجزء ده لوحده 8 عظام، ده 14 عظمة، يبقى هما كلهم 22 عظمة. طيب لو جيت بصيت على الجزء ده تحس إن الـ8 مش باينين، بحسهم إن هما كأنهم عظمة واحدة. طب ليه باينين إن هما كأنهم عظمة واحدة؟ لو دققنا النظر هتلاقي إن فيه عند نهاية كل عظمة بيبقى فيه حاجة زي شرشرة، نتوءات، زي ثنيات، انثناءات، ما بتبقاش العظمة جاية خط مستقيم. طب لازمتها ايه الانثناءات دي؟ بحيث ان العظام تتشابك مع بعضها اتصال متين، فتحسهم ان هما في الاخر عظمة واحدة. واحد. طب هتيجي تقول لي طب ما ربنا سبحانه وتعالى من الاول قادر يخليها عظمة واحدة، ليه خلاها 8؟
اقول لك لما نيجي ناخد التكاثر في الانسان والولاده هتعرف ليه عظمتك بتاع عظام الجمجمه في الاول بتبقى عظام منفصله. تمام؟ تمام. طيب لو جيت بصيت على الجمجمه من جوه بقى هلاقي فيه ثقب. الثقب ده هتلاقي حجمه كبير، لذلك احنا بنسميه الثقب الكبير. جميل. طب ده لازمته ايه؟ اقول لك ان ارجع معايا برضو للعمود الفقري، انا لسه قايل لك العمود الفقري بيحمي جزء مهم جدا اسمه الحبل الشوكي. طب والحبل الشوكي ده متوصل بالمخ، طب عشان يتصل بالمخ اللي هنا هيخرج ازاي؟ فربنا جعل لك هنا ثقب اسمه الثقب الكبير، يبقى وظيفة الثقب الكبير بيسمح باتصال المخ بالحبل الشوكي. تمام؟ تمام. نيجي للجزء الثالث بقى والاخير من الهيكل المحوري اللي هو القفص الصدري. جميل. زي ما احنا شايفين هو شكله فعلا قفص، عشان كده مسمينه قفص صدري لوجوده في منطقه الصدر. جميل. طيب بالنسبه للقفص الصدري ده بيتكون من ايه؟ العظام دي اسمها ايه؟ عارفينها كلنا، اسمها ضلوع. يبقى القفص الصدري بيتكون من مجموعه من الضلوع. جميل. طب عايزك تعرف لي الضلع. طبعا خلي بالك اسئله عرف والمصطلح خلاص اتشالت من عندنا، دي كلها اسئله بتعتمد على الحفظ، احنا عايزين اسئله الفهم بالظبط. لما تيجي تبص على عظمه الضلع هتلاقيها عظمه، قول لي كده انت شايفها مستقيمه ولا مقوسه؟ عظمه مقوسه. طب انحنت ازاي؟ ابص لها كده بتنحني الى اسفل، هو ده التعريف بتاعها. يبقى عظمه الضلع عباره عن عظمه مقوسه بتنحني الى اسفل. طب عايزين نعدهم كده كام ضلع؟ المثل بيقول لك 24 ضلع، يبقى معنى كده عندنا 12 زوج من الضلوع. جميل. ال 12 زوج من الضلوع هتلاقيهم من ورا متصلين بالفقرات الصدريه اللي احنا قلنا عليها. طب يهمني برضو هي ماسكه في ايه في الفقره الصدريه؟ بتتصل بالنتوء المستعرض وجسم الفقره. خلي بالك برضو لان ده موضوع سؤال. المكان اللي بيمسك فيه الضلع بالفقرات بيكون النتوء المستعرض مع جسم الفقرة الجزئيتين دول. تمام؟ تمام. طيب لو جينا بصينا بقى قدام، احنا اتفقنا خلاص من ورا من الخلف بيبقى في عندنا 12 زوج من الضلوع كلهم متوصلين بالفقرات الصدرية. جميل. تمام. طب من قدام هل برضو ال 12 زوج من الضلوع متوصلين من قدام؟ لو جينا بصينا كده للعدد هتلاقي واحد، خلي بالك دي مش تبعنا، ده مش ضلع، لكن من اول هنا الضلع. جميل. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر، يبقى من قدام احنا شايفين كم زوج؟ 10 أزواج من الضلوع، يعني 20 ضلع. ماسكين في عظمة تحسها مدببة، دي بنسميها عظمة القص، اللي هي هنا كده تحس ان في حاجة كده زي عريضة شوية وناشفة، دي اسمها عظمة القص. قص. الطرف بتاعها من الآخر دون بيبقى غضروفي طري، يعني لما تتك عليه تلاقيه بيخش معاك لجوه. يبقى عظمة القص دي ماسكة من الأمام في كام ضلع؟ في 10 أزواج من الضلوع. جميل. طب ده احنا قلنا هم كلهم 24 ضلع يعني 12 زوج، فين الزوجين الأخرانيين؟ هتلاقيهم قصيرين باينين هنا، الزوجين القصيرين دول بنسميهم الضلوع العائمة. يبقى آخر زوجين من الضلوع اسمهم الضلوع العائمة. تمام؟ جميل. طيب نيجي لشوية أسئلة كده صغيرة. تمام. لو جيت سألتك على أول ضلع، أول زوج من الضلوع بيتصل بالفقرة رقم كام في العمود الفقري؟ طبعا هتبقى الفقرة الصدرية رقم واحد. تمام؟ جميل. وبالتالي اللي هيبقى رقمها كام؟ 8. تمام. يبقى الزوج الأول من الضلوع بيتصل بالفقرة الثامنة. طب لو سألتك على الضلوع العائمة بتتصل بالفقرات رقم كام؟ هتبقى ال 18 وال 19. خلاص؟ يبقى دي كده حاجات احنا بنستنتجها بس. ده كده بالنسبه للقفص الصدري، يبقى علبه مخروطيه الشكل بتتكون من 24 زوج من الضلوع. من ضمن الاسئله برضو اللي ممكن نتعرض لها عدد العظام بتاعت القفص الصدري، هحسبها ازاي؟ خلي بالك انت عشان تقول لي ان ده قفص يبقى لازم قدام وورا. هتلاقي عندك اولا 24 ضلع ب 24 عظمه. جميل. قدام عظمه قص، كده اصبحنا 25. من ورا عشان يبقوا ماسكين وقافلين في عندك 12 فقره، يبقى كلهم 37 فقره، 37 عظمه. جميل. يبقى عدد عظام القفص الصدري 37. عرفنا 37 اتحسبوا ازاي؟
12 فقرة ظهرية، 24 ضلع وعظمة القص. جميل تمام؟ تمام. إيه أهمية القفص الصدري؟ أول أهمية كلنا عارفينها، بيحافظ على أجزاء مهمة جدا من جوه اللي هي القلب والرئتين. الوظيفة التانية بيساعد في عملية التنفس شهيق وزفير. وأنا باخد الشهيق هتلاقي الضلوع اتحركت للخارج والأعلى عشان يتسع القفص التجويف الصدري ويساعد على دخول الهواء. وأنا بعمل الزفير بيحصل العكس وبالتالي بيخرج الهواء. يبقى القفص الصدري بيساعدني في التنفس وفي نفس الوقت بيحمي القلب والرئتين. تمام. ده كده بالنسبة للهيكل المحوري في جسم الإنسان. تمام. لو جينا بصينا بقى على سؤال كده، لو سألتك على الرسم البياني الذي يوضح العلاقة بين حجم الفقرات وأرقامها، يهمني جدا طلبة علم علوم تعرف مدلول الرسم البياني. لما تلاقي جايب لك رسم بياني، ده طبعا اسمه محور سيني وده محور صادي. لو لقيت رسم لك خط مستقيم طالع لفوق، يبقى معنى كده دي علاقة طردية. جميل. يبقى كده المتغيرين بيزداد بزيادة الآخر. مه. لو لقيت عامل العكس، الخط نازل لتحت، يبقى العلاقة دي معناها علاقة عكسية. وفي عندك بقى العلاقات المتغيرة، ده منحنى اعتدالي بالنقصان وده بالزيادة ثم النقصان. ده بيقل بعد كده يرجع يزيد تاني وده العكس. تمام. طيب تعال نبص للأرقام اللي قدامنا دي. دي كانت متوسطة. بعد كده بقت أكبر. بعد كده بقت أكبر. بعد كده بقت أصغر ومفلطحة، وبعد كده بقت الأصغر. يبقى الحجم بيحصل له إيه في الأول؟ كان الأول عمال بيزيد. بيزيد. بعد كده ابتدى يقل. يقل تاني. مين الرسمة اللي بتوضح لي عندها؟ هنا الاتنين بيزيدوا مع بعض، محدش أو الاتنين يقلوا مع بعض. هنا لما يزيد الرقم يقل الحجم. لا دي ما حصلتش. تمام. هنا لما بيزيد الرقم بيقل الحجم وبعد كده يرجع يزيد تاني. لا ده اللي حصل عندي كان العكس، ان الحجم الاول ابتدى يزيد وبعد كده ابتدى يقل. يبقى هي دي الرسمة الصح. تمام؟ تمام. ده كده بالنسبة للجزئية بتاعتنا. على مدار الحلقات الجاية ان شاء الله هيبقى عندي فيه اسئلة اكتر من كده، بحيث ان احنا نستعرض معظم الافكار اللي ممكن تجينا في الامتحان ان شاء الله. لو عايزين نعمل مراجعة سريعة كده في دقيقتين ثلاثة على اللي احنا قلناه في الحلقة، نلم بقى نقسمها من الاول. قلنا دلوقتي بالنسبة للدعامة، دي اللي بتقي الجسم وبتحافظ عليه وبتحدد شكله. عندنا دعامتين، دعامة في النبات ودعامة في الإنسان. دعامة النبات كانت دعامتين، دعامة فسيولوجية ودعامة تركيبية. الدعامة الفسيولوجية بتعتمد على الخاصية الإسموزية، انتقال الماء بالخاصية الإسموزية إلى داخل الخلية، فيزداد حجم العصير الخلوي داخل الفجوة العصارية، تضغط على البروتوبلازم يضغط على الجدار الخلوي فيكتسب الدعامة. دعامة تركيبية أربع مواد بتترسب. سيوبرين دي مادة غير منفذة تحافظ على المية، كيوتين مادة غير منفذة تحافظ على المية، السليلوز مادة صلبة، والليجنين مادة صلبة وغير منفذة. جميل. بالنسبة للإنسان، ربنا إداني جهاز هيكلي. الجهاز الهيكلي بيتكون من هيكل عظمي 206 عظمة، مجموعة من الغضاريف، مجموعة مفاصل، أربطة، أوتار، يبقى خمس أجزاء. جميل. الهيكل العظمي قسمناه لهيكلين، هيكل محوري وهيكل طرفي. الهيكل المحوري كان العمود الفقري المحور الرئيسي للجسم، الجمجمة والقفص الصدري. الهيكل المحوري كان بيشمل أربع أجزاء. الهيكل الطرفي معذرة، الهيكل الطرفي بيشمل أربع أجزاء، حزام صدري طرفين علويين، حزام حوضي وطرفين سفليين. جميل. ربنا معاكم إن شاء الله. تفضل يا مستر. شرفتنا يا مستر محمد، وبعد الشرح الشيق ده يعني عايزين برضو منك رسائل سريعة كده بالنسبة للطلبة للنظام الجديد اللي هو المفروض ان هو معتمد على الفهم وليس الحفظ. الحفظ.
طبعا بنحذر الطلبه من موضوع الحفظ ده، اوعى تحفظ، لان انت مهما حفظت طبيعه الاسئله خلاص اتغيرت. انتوا طبعا شفتوا امتحان تانيه ثانوي السنه اللي فاتت كان عامل ازاي، الترم الاول طبعا لان الترم التاني ما كانش فيه امتحان. انتوا كنتوا شايفين الامتحان عامل ازاي، بيعتمد كلها على افكار جديده. حتى لو اديتك الكتاب صعب ان انت تطلع الاجابه بتاعت السؤال من الكتاب حتى لو معاك، طالما مش فاهم. يبقى انت اعتمد برقم واحد على الفهم، تجنب الحفظ. الحاجه الثانيه، عايزك تحل اسئله على قد ما تقدر بافكار متنوعه. جميل. خلي بالك برضو لغايه فتره قريبه كان في فصل ما بين الاحياء والرياضيات، هنلاحظ بقى في حته الرسومات البيانيه ان هو بقى يربط ما بين الاثنين، يبقى برضو عايزك تراعي الموضوع دون. حته الرسومات البيانيه ومدلولاتها تخلي بالك منها، وتحاول بنتعامل مع مفهوم جديد دلوقتي من الاهداف التعليميه اللي هي بتعتمد على بقى العمليات العقليه الكبرى زي التطبيق زي الفهم. يبقى خلي بالك من موضوع الفهم دون وتجنب موضوع الحفظ. جميل. وان شاء الله باذن الله ما تقلقش من حاجه، السنه هتبقى زيها زي اي سنه ان شاء الله، وربنا معاكم ومفيش اي مشكله. شرفتنا يا مستر محمد، وانا استمتعت جدا بالحلقه مع حضرتك، وتمنياتنا القلبيه لكل الطلبه بتاعتنا بالتوفيق دايما يا رب. شكرا لكم. شكرا لكم.